أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومع نستطيع. في البداية احنا جات لنا استغاثة على صفحتنا مع نستطيع عبير حسني، كانت استغاثة من أحد أفراد البعثة التعليمية اللي بالصومال. الحقيقة البعثة دي كان البروتوكول ما بين مصر والصومال من شهر 11/2016، وتم التعاقد وتم انتهاء التعاقد ما بين مصر والصومال في 31/5/2020. والحقيقة طبعا البلد العالم كله الطيران واقف فيه، وطبعا بسبب الوباء اللي ربنا الحمد لله ان شاء الله بإذن الله يعني ربنا يشيل عنا البلاء والوباء، ولكن الطيران طبعا كله واقف. فطبعا المجموعة هم 28 مدرس مصري بالصومال، ومعانا وطبعا هو يعني التجأ لنا، وأنا تم التواصل معاه، وبالفعل أنا تواصلت مع الرئاسة وتواصلت مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي المحترم، وجهنا مشكورا لرئيس قطاع مكتبه اللواء الوليد المرسي. وخلينا معانا على الهاتف أحد أفراد البعثة المصرية التعليمية بالصومال. أيوة مساء الخير، مساء الخير، أيوة 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 أنا مع أيوة حضرتك. أيوة أيوة ألو. أيوة مساء الخير، أيوة مساء الخير، مساء الخير يا فندم، مساء الخير. أيوة حضرتك أهلا بيك. أحد مدرسين البعثة المصرية اللي بالصومال. صحيح يا فندم، أيوة صحيح. ايه اللي تم أهلا مع حضراتكم؟ انتوا 28 مدرس مش كده؟ بالظبط يا فندم، عددنا 28. طيب ايه اللي حصل معاكم بعد التواصل مع برنامج مع والله نستطيع؟ ايه اللي تم؟ بعد الاتصال مع البرنامج مع حضرتك بصراحة العملية اختلفت خالص. تمام جئنا بسيادة فخامة السيد الرئيس المحترم ايوه القائد العظيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع انه مشغول جدا زي ما احنا كلنا عارفين، لكن فاجئنا فيه الاتصال عشان نرجع لوطننا الغالي مره تانيه بعزه وكرامه واحنا مرفعين الراس. اهلا بيك كل الشكر والتقدير والحب للاب العظيم والحنون سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو شايف ان الشعب كله ولاده كل دوت عشان نقدر نرجع للوطن. فعلا يا فندم مصر عمرها ما بتنسى ولادها. ايوه بالظبط ما بالظبط اقدرش انسى الجهود اللي عملها سياده وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي. كل دوت ماشي على نفس النهج، كل ده عشان يحافظ على ابناء المعلمين بالخارج، بذل كل قوته، وده الحقيقه والامانه، عشان نقدر نرجع للوطن مره تانيه ان شاء الله، ان شاء الله خلال الايام اللي جايه باذن الله. ان شاء الله وسيادته تديني الشكر وخالص التقدير والعرفان اللي بذله عشان يحافظ على كرامه ابناء المعلمين في الخارج. وما اقدرش انسى الجهود اللي عملها سياده اللواء المحترم رئيس قطاع وزير التعليم الوليد المرسي، لما بذلوا سيادته عشاننا عشان نقدر نرجع وطننا مره تانيه، مجهوداته الرائعه عشان نعود لارض الوطن باذن الله في القريب العاجل. الف الف شكر للجميع مع خالص الحب والتقدير للجميع. شكرا فخامه الرئيس رغم كل مشاغله لكن اهتم للوطن باذن الله. مصر ما بتنساش ولادها، على فكرة شعار ده إحساسنا إن فعلا مصر من الاستبداد ما بتنساش، عشان كده إحنا ما نقدرش ننسى مصر. ألف شكر كمان للبرنامج اللي قدر يوصل صوتنا ولحضرتك والفريق الإعداد للبرنامج. مع نستطيع شكرا مع جزيلا على المجهود اللي نستطيع، أنتم بذلتوه وتم لتعليم مصر. الحجز ليكم حضرتك 28 مدرس مش كده؟ الاتصال قطع. ألف ألف شكر للرئيس المحترم الرئيس
العبد الفتاح السيسي الأب الحنون لكل المصريين، وألف شكر لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي المحترم، ربنا يا رب يبارك فيه. ألف ألف شكر لرئيس مكتبه اللواء الوليد المرسي، لأنه بالفعل تم الاستجابة لبرنامج مع نستطيع سريعا بالفعل، وكان في 24 ساعة كان فعلا تواصل مع القنصلية المصرية هناك بالصومال، وتم بالفعل الاستجابة لندائنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أعزائي المشاهدين، احنا طبعا مستمرين معاكم في ملف الأحياء، موضوع الحلقة السابقة حي السلام أول، رئيس الحي اللواء خالد المحمدي طبعا استجاب لندائنا أيضا الحمد لله، وهنشوف في التقرير ثمار نجاح برنامج معا نستطيع. هنطلع نشوف التقرير وهنرجع لكم بعد التقرير. رجعنا لكم بعد التقرير أعزائي المشاهدين، وطبعا شفتم ثمار نجاح برنامج معا نستطيع. طبعا احنا مش ضد أي حد أو قطع الأرزاق، ولكن احنا بنقول المخالفات تتشال، الموضوع يسري على الكل. الناس دي لو رخصت أكيد هيخش البلد والدولة فلوس كتير. معانا مكالمة هاتفية من أحد أهالي مدينة السلام. أيوة مساء الخير، معانا مين؟ محمد سلام. معانا الأستاذ محمد سلام، أهلا مساء الخير يا أستاذ محمد. حضرتك أنا بشكر السيد رئيس الحي واخد بال حضرتك إن هو نزل شال المخالفات. أيوة كل المخالفات تخلق، بس حضرتك بس أرجو المتابعة. المتابعة المتابعة أه حضرتك، لأن يعني طبعا المتابعة طبعا مفيش متابعة، فالناس بتتخلى بتعمل مخالفات تاني. يعني الازاله تمت في الشارع كله يا استاذ محمد ولا؟ الازاله كل المخالفات منظف الله يبارك له. بس رجعت تاني حضرتك لان مفيش متابعه. رجعت تاني؟ لان مفيش يعني متابعه. بعد ما رئيس الحي زال المخالفه رجعت ازاي؟ رجعت حضرتك تاني، فالناس برضو المحلات تاني برضو اتجوزت الحدود بتاعتها، واخد بالك، واحنا المخبز اللي هو كان سيادتك زاله رجع تاني كما كان، ولا كان في اي حاجه حصلت، لان ما فيش متابعه حضرتك. ارجو بس من الموظفين اللي معاه ينزلوا حضرتك بس يشوفوا المخالفات دي حضرتك، ويتابعهم السيد رئيس الحي. ايوه حاضر يتابعهم، لان استنتج الناس دي ما بتنزلش او بتنزل ما اعرفش حضرتك ايه ظروفها. يعني انتوا بتطلبوا بس المتابعه ولكن في طلبات تانية يا استاذ محمد؟ لا يا فندم، احنا بس نطلب المتابعه والمخالفات تشتغل، ولكن الشوارع اتنضفت يعني بقت اتنضفت، ورجعت تاني اتجوزت حضرتك، والطريق برضه بيقف، وخد بالك مفيش برضه قاعده ماشي، ولا والتكاتك والستروكس واقفين وكده. لا يعني حاضر، لما في تجدد حضرتك في ايه، في مخالفات، في مخالفات بتعمل برضه تكاسه في الشارع. يعني انا عايز اعرف دلوقتي بعد ما رئيس الحي شال ازال المخالفات، رجعت المخالفات تاني كما تاني، المخالفات رجعت تاني كما كانت حضرتك، كما كانت، كما كانت، كما كانت. طيب حاضر، رسالتك وصلت يا استاذ محمد، والف شكر، الف شكر. طبعا يعني المخالفة المفروض الرئيس الحي نزل وأزال المخالفات،
يعني الناس اللي بترجع تاني دي يعني بتعاند القانون ولا بتعاند الدولة ولا بتعاند مين؟ يعني المفروض ان رئيس الحي يفضل قاعد لهم بقى في الشارع ولا ايه؟ ولا مين اللي مديهم أحقية ان هم يرجعوا تاني؟ يعني انا مش عارفة الحقيقة. يعني رئيس الحي الحقيقة استجاب ونزل، ولكن انا الاستاذ المداخلة بيقول اهالي مدينة السلام بيقول ان هم رجعوا تاني. طب ازاي يحصل الكلام ده؟ طبعا رقم يا شباب حطولي والنبي رقم البرنامج على الشاشة للتواصل، انا عايزة اهالي مدينة السلام تتواصل تكلمنا دلوقتي على الهاتف على وانا عايزة اعرف شكواكم يا جماعة عشان ما نستطيع نحط ايدينا في ايد بعض والمخالفات تتشال. وانا برضو لسه مستمرية على فكرة، يعني ان شاء الله باذن الله. هو الحمد لله ثمار برنامج معا نستطيع، طبعا زي ما شفتوا اعزائي المشاهدين في التقرير، الرئيس الحي استجاب ونزل وازال المخالفات. حكاية ان هم بقى يرجعوا تاني دي اكيد ليها حل، هنحلها برضو، هنصلحها، يعني هنصلحها باذن الله ان شاء الله معا نستطيع هنصلحها. ولكن طبعا احنا بايدينا ان احنا خلينا نغير يا جماعة من سلوكنا. برضو الموضوع مش موضوع مسؤول ولا مواطن ولا حتى الرئيس، معا نستطيع، كلنا في ايد بعض هنصلحها، لازم هتتصلح. طبعا برنامجكم احنا فاتحين طبعا المداخلات يا جماعة، يا ريت تحطولي الرقم البرنامج على الشاشة وصفحة البرنامج برنامج معا نستطيع عبير حسني. احنا عايزين تواصل من المواطنين، اي حد عنده استغاثة اي حد عنده مشكلة هيتواصل معانا على صفحة البرنامج معا نستطيع، واحنا بأمر الله هنحلها له. احنا همزة الوصل بين المواطن والمسؤول، اكيد ان احنا لازم هنصلحها بإذن الله ان شاء الله. الموضوع مش مضلع، في فساد، في فساد وفساد كبير، ولكن ان شاء الله هتتصلح. معانا مداخلة من اهالي مدينة السلام، معانا دكتور مجدي فهمي. ايوه يا دكتور مجدي مساء الخير. انا احنا في الاول بس بنشكر حضرتك وقامين على القناه بالاخص عشان خاطر المداخله الجميله دي. الله يخليك. احنا المشكله عندنا كذا مشكله بالنسبه للحي، يعني ايه المشاكل؟ ايوه المشاكل الرئيسيه ان هي حضرتك رئيس الحي مشكور بينزل وبيشتغل، ولما بينزل الشارع بيتغير وبيبقى زي الفل، لكن بعد منه بيومين ثلاثه بترجع المخالفات زي ما هي واسوأ كمان. كمان حضرتك في موضوع الزباله، ده موضوع خطير في مدينه السلام، واوبئه وامراض زي عارفه الفيروس الكمامه. طيب كمامه هو ما فيش عامل قمامه بيجي لحد عامل نظافه بيجي لحضرتك في مسكنك ولا ايه؟ كان في يا فندم الاول صناديق في الشارع، الصناديق اتشالت من حوالي سنه ونص، دلوقتي الزباله مرميه في الشارع في نهر الطريق، ما حدش بيعرف يمشي، ما حدش بيعرف يعدي، كلاب والقطط بالعشرات. لا ثواني، يعني كان في صناديق قمامه واتشالت؟ اتشالت من سنه ونص بالظبط، على اساس ان في منظومه جديده هيشتغل فيها رئيس الحي وهيبعت ناس تلم الزباله من الشقق، والكلام ده ما حصلش. دلوقتي الكمامه مرميه في الشارع حضرتك يعني بصوره قذره جدا. طب تجيب وباء طبعا حضرتك، الامراض والاوبئه والناس بتحرق في الزباله، والحريق ده بيسبب حساسيه الصدر لناس كتيره، وعندنا مشاكل كتيره في الزباله حضرتك. يا ريت رئيس الحي مشكور اللي هو خالد المحمدي يهتم بالموضوع ده، هو بصراحه لما بينزل الشارع بيفرق كتير قوي يعني، بس المشكله في اللي حواليه، ما حدش بيوصل له الصوره الحقيقيه للشارع، فدي مشكله بتاعتنا احنا في مدينه السلام. ايوه طب وليه ما استغيتوش؟ يعني رحتوا قابلتوا مثلا رئيس الحي في الحي ولا؟ يا فندم احنا ما حدش بيعرف يخش رئيس الحي اساسا. ليه يا دكتور مجدي؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ يعني عشان تخش حضرتك لازم يبقى معاكي واسطه. حضرتك حاولت؟ حاولت كلنا تروح؟ كلنا حاولنا نخش، ورئيس الحي ممنوع الدخول ليه؟ ممنوع؟ الناس اللي بره، الناس اللي بره يقول لك انت داخله تعملي ايه؟ اكتب شكوى واحنا نقدمها.
وبس وبيمشيك. هينفع الكلام ده؟ مش هتقدري تعملي حاجه اكتر من كده حضرتك. نفسي بنشي بس يحط لنا صناديق زباله يجي يشيل الكمامه. انا لو بعت لك حضرتك صور او فيديوهات هتتحصري والمشاهدين نفسهم مش بس دكتور مجدي في يوم تقريبا يوم التلات انا لما تواصلت مع رئيس الحي قال لي ان كان في يوم تلات لمقابله المواطنين. ايوه يا دكتور مجدي انا مش سامع حضرتك والله. بقول لحضرتك انا تواصلت مع رئيس الحي وقال لي ان في يوم في الاسبوع يوم كان مخصص يوم التلات لمقابله المواطنين. هو حضرتك يا فندم بيجي ويشيلوا الزباله النهارده وتاني يوم تبقى موجوده في الشارع زي ما هي. لا انا حضرتك مش سامعني. بقول لك في يوم لمقابله المواطنين في يوم في الحي في يوم في الحي لمقابله المواطنين. انا الصوت راح من عندي خالص معلش انا في التليفون الصوت راح خالص. طيب على العموم هي رسالتك وصلت. كتر خيرك. ميرسي قوي شكرا اشكرك. طبعا حكايه ان الدكتور مجدي بيقول ان المواطن ما يقدرش يقابل رئيس الحي ولازم واسطه ده كلام مرفوض. ده كلام مرفوض. مش رئيس الحي اللي هو خالد المحمدي بس، اي رئيس حي في اي محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه مرفوض ان اي رئيس الحي اي رئيس حي يغلق بابه قدام اي مواطن في اهالي دايرته. ما ينفعش ما ينفعش ان رئيس الحي يقفل الباب في وش مواطن. ما ينفعش. وان شاء الله هنشوف الموضوع ده اكيد وهتتحل. ما ينفعش رئيس الحي يغلق بابه في وش اي مواطن لان دول معاهم حق. دول معاهم حق والمفروض يعني دول سكان منطقه او اهالي اي حي المفروض ليهم احقيه ان هم يشتكوا من اي موضوع او اعاقه بتعاقهم. حاجه زي القمامه دي ليه الصناديق دي ما تتحطش؟ المفروض غلط. الصناديق دي لازم تتحط. لازم تتحط صناديق قمامه. كفايه ان عامل النظافه ما بيطلع لهمش البيت. طب هيرموا القمامه بتاعتهم فين؟ ما هو ده احنا كده عندنا كورونا وعندنا وباء. قبل الكورونا قبل ما يكون عندنا كورونا احنا عندنا وباء. القمامه دي يعني قنبله موقوته. ده موضوع كبير جدا. موضوع خطير. ما ينفعش. لازم كل حي يكون فيه صناديق قمامه ان الناس تحط فيها المخلفات بتاعته. لكن كده ما ينفعش. طبعا مستمرين برضو وان شاء الله باذن الله هيكون معانا حل لجميع مشاكل المواطنين. برضو مع رؤساء الأحياء. رؤساء الأحياء كلهم محترمين. ولكن طبعا لما بنحط ايدينا في ايديهم بيستجيبوا. وان شاء الله هيسمين معايا. معايا مداخلة هاتفية من الأستاذ خالد أحمد. أيوة يا أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا يا أستاذ خالد. أنا عايز أشكر رئيس حي السلام على المبادرة اللي عملها ونزل اتحرك وخلى المهندسين يتحركوا. أيوة الحمد بس لله. للأسف حضرتك مش عارفين ليه الحملة بتنزل وبعد كده بيومين ثلاثة الحاجة بترجع تاني زي ما كانت. يعني يبقى الحال على ما هو عليه برضو؟ نفس المشاكل حضرتك. الحملة بتنزل مرة واحدة وخلاص الموضوع بيتلم والدنيا بتتلم وبعد كده نرجع تاني في نفس المشكلة تاني. يومين بالظبط وترجع كل حاجة لحالها. السوق بتاع العربيات حضرتك اللي بيقطعوا فيه العربيات رجع تاني زي ما كان، محدش اتحرك أصلا. الفرن اللي كان سبب المشكلة والمحلات التجارية لا ثواني يا أستاذ خالد دلوقتي السوق اللي كان فيه كان سوق خضار وتحول لتقطيع سيارات صح؟ ده حقيقي يا فندم. رئيس الحي نزل وازاله مش كده؟ الحي ما نزلش وازاله. هم لما الحي بينزل الحمله بتنزل بيلموا الحاجه بتاعتهم وبيرجعوا تاني بعد ما يعني كده في حد بيقول لهم يعني ان زي ما يكون في يعني في تونيس مع بعض ما مش عارف المهندسين بيكسلوا مش عارف والله. لا يعني في حد من الحي بيبلغهم ان رئيس الحي نازل؟ ما اعرفش والله حضرتك يعني بس هي هو معناها كده؟ ما هي معناها كده حضرتك. ونفس الشارع رجع تاني ونفس الباعة الجائلين رجعوا تاني نفس المشكله برضه. احنا بنطلب من رئيس حي السلام يعني
انه يعني كل يومين طب ثلاثه او كل والمخبز، اسبوع المخبز اللي كان فيه رجع تاني الحريقه حضرتك، اللي كان فيه رجع تاني حرائق قبل حضرتك كده، المخبز ده وانا جبته في التقرير في الحلقه، في الحلقه حقيقي يا الماضيه. فندم حقيقي، رجع تاني رئيس حضرتك اشتغل الحي برضه، ازال رجع تاني اشتغل، رجع تاني، رجع تاني اشتغل، يعني هو مازال شغال دلوقتي. شغال حضرتك طب بس ده صادر الاجهزه، الحاجات بتاعته اللي هو المفروض السير بيرجعوا والانابيب، يجيبوا حاجات تاني وبيركبوا تاني وبيشتغلوا تاني حضرتك. يعني مازال بيعمل. شغال حضرتك، والزحمة زي ما هي، والباعة جايلين نفس الوضع، والشارع واقف برضه، وهو الحملة لما نزلت كل حاجة اختفت يومين بالظبط، وكل حاجة رجعت زي ما كانت. يعني قصدك الاستمرارية في المتابعة؟ ايوه، احنا عايزين المتابعة كل اسبوع، لو الحملة نزلت مرتين في الاسبوع يا ده يبقى زي الفل خالص. الحملة ولا رئيس الحي بنفسه؟ مش لازم يعني، هو رئيس الحي لو حرك المهندسين، المهندسين طبيعي هينزلوا يعني مش رئيس الحي بنفسه؟ يعني يا حبذا لو رئيس الحي بنفسه يعني، يا ريت. طيب في عندكم مشاكل قمامة أو كده؟ والله القمامة موجودة في مدينة السلام بكثرة يعني، هي موجودة برضو. تمام، أشكرك يا أستاذ خالد، أشكرك، أشكرك على المداخلة. طيب طبعا إحنا برضو بيرجعوا تاني بعد إزالة المخالفات، ولكن إحنا طب اعملوا لي بقى مداخلة للواء خالد المحمدي يا شباب لو سمحتوا، أنا عايزة معلش أنا عايزة مداخلة للواء خالد، يعني معلش لضيق الوقت، يعني حتى لو دقيقتين أنا عايزة مداخلة للواء خالد ضروري. طبعا هنصلحها، يعني هنصلحها، هترجعوا تفتحوا تاني بعد ما رئيس الحي يغلق برضو هنصلح، مفيش حد هيفتح يكون مخالف. انا عايز اعرف ايه يعني ايه الاعاقه اللي عندكم ان انتوا ترخصوا، ايه المعوقات، يعني ايه المشكله ان انتوا ترخصوا وتمشوا قانوني، ايه المشكله، يعني دخلوا فلوس للدوله، يعني ادفع احقيه للدوله، ده انت مفروض يعني في ايه. معانا اللي هو خالد المحمدي رئيس حي السلام اول. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، ازي اهلا حضرتك؟ اهلا اهلا بحضرتك، بالسيادة. اهلا بحضرتك، وطبعا الف مبروك لتكليفك لرئيس مدينه شبين القناطر، صح؟ ربنا يبارك في حضرتك رئيس يا فندم. مجلس طبعا مدينه شبين القناطر. شكرا لحضرتك، شكرا يا فندم، الف مبروك. وطبعا احنا بنعتذر لحضرتك الحلقه السابقه باننا طبعا كنا عايزين نتواصل مع حضرتك وطبعا تنزل تزيل المخالفات بنفسك، لان برضو مهما كان يا سيادة اللواء الموظفين اللي عند حضرتك في الحي مش ممكن يقوموا بالشغل اللي حضرتك هتقوم بيه، صح؟ والله يا فندم، هو احنا بناء على التوجيهات اللي عندنا مستمرة ان ما فيش حد فوق القانون، ومفيش حد يرتكب اي مخالفة ونسيبه. أيوة. تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة بسبب الفرن الغرباوي، أيوة. وتحرير المحاضر اللازمه والغلق، وتم التحفظ وضبط كافه مصادر كافه المعدات والادوات اللي بيشتغل بيها، وازاله المخالفه فورا، وحتى الان هو لا يعمل، وتم تطبيق القانون والاجراءات القانونيه حياله يعني. ايوه وده بس هو اجراءاتنا مع كل الناس. بس هو رجع مارس تاني مهنته، فتح الفرن وشغال عادي. ده امتى الكلام ده يا فندم؟ من اهالي منطقه مدينه السلام قالوا دلوقتي في مداخلات دلوقتي، قالوا ان هو رجع تاني مارس المهنة عادي، هو تقريبا بيعاند القانون. هي حد الساعة 5 يا فندم، احنا وانا في المكتب كانش لسه، كان قافل وما كانش فيه شغال مع لا هو شغال من امس امبارح. طب خلاص يا فندم، ان شاء الله يتم اتخاذ الاجراءات القانونية مرة أخرى حياله، وصدر كل الأدوات اللي بيشتغل بيها، أعتقد احنا صدرناها، فهو ممكن يكون جاب غيرها، لكن هنصدرها برضه مرة أخرى. والمره دي هنضغط ونعوض على القانون نعوض على النيابه باذن الرحمن الرحيم. طيب. عشان يبقى اتخاذ كافه الاجراءات بشكل رسمي قدام النيابه، يبقى هو مسؤول عن تصرفاته بعد كده. ايوه يعني بعد كده هيبقى حبس.
الحبس وعرض عنها بإذن الرحمن الرحيم. إن شاء الله. ألف مبروك يا سيادة اللواء على تكليفك لرئاسة مجلس مدينة شبين القناطر. شكرا لسيادتك يا فندم. وألف شكر على المداخلة، وميرسي قوي، وربنا يا رب يوفقك. ميرسي لحضرتك، شكرا. ميرسي قوي، شكرا شكرا. طبعا تحية شكر وتقدير للواء خالد المحمدي إن هو استجاب لنداء برنامج معا نستطيع. وفي النهاية لضيق وقتنا، طبعا نهاية وليس يعني أخيرا، إحنا ما زلنا مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين على جميع أحياء جمهورية مصر العربية. هننزل بالكاميرا بالصوت والصورة وهنصلحها، يعني هنصلحها بإذن الله، إن شاء الله هنصلحها. ولا الرئيس لوحده، ولا رئيس الحي لوحده، ولا المحافظ لوحده، ولا الوزير لوحده هيقدر يصلحها من غير ما كلنا معا نستطيع. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.